أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الجديد ميكرو طجاو. والسؤال ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم، شنو هي الحاجه اللي كتخلي المغاربه فرحان؟ خليكم معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. عسقسك، شنو هي الحاجه اللي كتخليك فرحان؟ الحاجه اللي كتخليني فرحان ملي كيكونوا الوليدات ناشطين، العوام ناشطين فرحانين، ديك الساعه كيعجبني الحال وكنكون فرحان بزاف وكنشط معاهم وكندير لهم الشطحه ديال الفار والشطحه ديال القط. الحاجه اللي كتخليني فرحان اش غنقول لك؟ يكون تجي مع معروف عنا نقول لك عايش بيه. كنوض في الصباح كنجبر مخده عامره بالفلوس، كنمشي للقهوه كنتحشش مع راسي، المهم هذيك هي الحياه. الحياه الطنجاويه خصها تكون بحال هذا، بنادم ينعس وينوض جبر مخده عامره بالفلوس، فهمتي؟ كتجبر مخده عامره تينا؟ عمري جبرت هي كنحلم بها، فهمتي؟ دابا هذه الحاجه اللي غتخليك فرحان، ولكن شنو هي الحاجه اذا عملتيها كتفرحك؟ الحاجه كتفرحني هي نمشي عند الوالدين هيدا ويكون جمعه مار ومسلم يدهم وراسهم ونضب عليهم ويرضيو عليا. هذيك هي الحاجه اللي كتخليني فرحان. حتى الان دابا خارج من الدار برداد الوالدين فرحان، يعني ما كنخاف حتى شي حاجه، معايا السلاح ديالي ورداد الوالدين الحمد لله، وهادشي اللي كاين. الله يخليهم لك الخوات ديالك. الله يرحم والديك. ان شاء الله يا ربي قريب تفيق تجبر مخده بلا ما نقول لك متنتن ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ما كاناش شي حلمات تخرج ديرك. هادي اللي كاين طاخر سيتي فاير سي مشيزي. خويا الحاجه كتخلينا فرحان اخويا العاقه، خويا العاقه كتشري السعاده اخويا، اي حاجه العاقه كتشريها. دابا انت سعيد؟ انا اخويا فرحان الحمد لله، واخا ما كايناش العاقه فرحان، ولكن الا كانت العاقه غنكون فرحان اكثر. الحاجه اذا عملتيها كتفرح شنو هي؟ اخويا مشي ترضي والديك، وسط دير شي حاجه اللي غترضي بها والديك، تشوف والديك فرحان غتفرح انت. الحاجه اللي كتخليني فرحان هي ملي كنسمع انا الله يرضي عليك، الوالده ديالي كتقول لي الله يرضي عليك والله ييسر لك الامور ديالك. هذيك النهار هذاك كنحس بفرحه فري، فرحه ماشي مصطنعه ولا هذه، هذا هو النهار اللي كنحس به بالفرحه. وفعلا ديك النهار كيدوز لي مزيان والله العظيم، حيت الوالده هي اللي عندي مسكينه. حاجه اللي عملتها انا نفرح، ولكن ما تحسبهاش ان بحال كنزكي نفسي. الا تعاملت مع بنادم والا تعاونت مع شي انسان الا تعاطفت مع شي واحد كنحس بها. يعني اذا قدمتي شي مساعده لشي واحد كتفرح. نفرح علاش ما نفرحش؟ واكثر لكم شي واحد يستحقها، حيت حنا كنشوفوا نماذج وكنشوفوا الناس محتاجه بصح وما كيبينوش، هو محتاج وما يقول لكش اعطيني. وهذه خص الانسان بحال هذا خصنا نتعاملوا معاه ونتعاونوا معاه. يعني ملي كتعاون مع هاد الناس هادو كتحس براسك فرحان؟ كنحس براسي وربي كيفرحني حتى انا، ما كنعرف الخير مين كيجي. والله يخلي لك الوالده، والله يبارك لك في العمر ديالك. امين، بارك الله فيك وشكرا. رحم والديك. ساعه سعيده وشكرا. بارك الله فيك، واخا ندير لك شي جوج دبيان. خذ راحتك. خاو ديالي الحاجه اللي كتخليني دائما فرحان هي ملي كنكون مسالي ديالي كلشي ديالي، كنكون فهمتي الحاجات اللي ضروريه عندي في النهار ديالي. بحال دابا انا فهمتي عندي الهوايات بزاف، عندي الكلاب، عندي الحمام، عندي الطيور، خصني كل حاجه انت ديالها كذا باش كنتهنى، باش كنحس براسي فرحان فهمتي، باش ملي كنجلس كنحس براسي مرتاح ما تبعاني والو. يعني كتجبر الراحه مع الحيوانات. مع الحيوانات ديالي والكره، اذا كان عندي شبارديدو هيدا كنكون فرحان، واذا كنت بحال دابا غدا لعب كره ما كنعش بالليل، كنبقى نفكر في بارديدو فوقاش خصني نضرب دلع. تخيل ديك اللقطات طيحتي كامبو كامبو. طيحتي واحد ماركي تي سيزو بحال هيدا، المهم بحال هيك. يعني هذه الحاجة فرحان، هذه الحاجة كتخليني فرحان. يكون الوالدين ديالنا مزيانين في الدار، هذه هي اللي الحاجة فهمتي. صاحبك كيصوني. الو السلام عليكم. خاو جبرتيني في واحد الانترفيو خاو ما ساليش. نقول لك واحد الحاجة. الله يعاونك خاو. او خليني كنستنى اخاي ديالي ساعد المكان. فين مشى؟ فين مشى؟ مشى مع العائله وخلاني كنستنى انا. يا مشيت مع العائله وصلت عند الدار جيت عاد. وخليتي صاحبك يتسناك ليه؟ فرحتي خليتي صاحبك يتسناك؟ فرحتي صراحه وخليته ما حديثو ما جاتش. ايا نشوف راسي فهمتي ناجح في شي حاجه، عندي شي مستقبل، عندي شي حاجه ضروري غنكون فرحان. وصافي. والله يخلي لك الوالده الخا، والله يخليها دائما فرحان. الله يرحمه. الله يعزك. شكرا بزاف. لا فرحان انت كتسمع لي. شكرا. اكثر حاجه تقدر تفرحني هي نمشي بحالي مات بلاد هاد. وصافي هادشي هذا اللي يعني الهجره. الهجره مات دولة هاد.
وكونوا عندنا احلام كبارين وكونوا عند الفلوس حنايا نعيشوا بحال الناس. شوفوا خوتنا مزيانين، كلشي مزيانين، صحابنا كاينين بزاف، ولكن غادي نختار يعني الكره. الكره حاجه الوحيده اللي يعني كنفرح فيها حالي، يعني كنفرح، يعني كننسى كلشي، يعني كنلعب الكره واخا ماشي جديد، ولكن المهم الكره هي الحاجه الوحيده اللي كنخوي فيها كلشي. يعني شي حاجه كتخليني فرحان هاد الساعه ما كاينه شي حاجه كتخليني فرحان، انايا مازال ما عرفتش الفرحه شنو هي في هاد الحياه هادي، مازال كنتسنى تعيس انايا، مازال كنعرف يسولني على التعاسه نقول لك. فرحه والو، الفرحه ما كايناش. دابا اش غادي نقول لك؟ دابا انا دابا جيت وعندي لهنايا لا طنجه ولقيتوني هنايا، انا راني ولد فاس طالب 3 سنين في لافاك ايتيد اونغلي، وتعلم الصناعه ديال القبس، وانا معكم هنايا جاي خدام على راسي كاري هنايا، وعايش في لاميرت الشواهد البيرمي الباك. اش غادي نقول لك؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ودابا من هذا المنبر هذا، وفاش جيتو في هذا الوقت هذا وسولتوني هذا السؤال هذا، الدوله راه اش غادي نقول لك؟ راه مشكله والله الا مشكله. الا استهدرت راه غادي نتاحوا في شي موضوع ما كاينش الجواب ديالو، راكم نتوما كتشوفوا. يعني دابا يعني دابا حاليا انت ماشي فرحان؟ ما فرحانش، ما عمري غنكون فرحان حتى تقاد هذه البلاد هذه وتكون الخدمه ويكون الشغل ويكون. انا دابا انايا يلا معايا الفاس 10000 واحد، انا كيما انا معك دابا 10000 واحد ما لاقيش الخدمه والبليه. بنادم ان شاء الله فاك بقى كيقرا شنو خدام الله فاك البليه، وزيد ونزيدك بلا ما نزيدك. الا زيد نهضر انا راني بحر، عندي بحر ديال الكلمات، الا جيت نهضر راني ما غاديش نتالى. يعني دابا سينا ما خصنيش نسقسيك لا واش فرحان، خصني نقول لك واش تعسان. كوني على التعاسه نقول لك، اما الفرحه زول عليا، خصنا الحكومه دير لنا شي حل، ولا راه حنا غادي اش غادي نقول لك؟ ما عندنا فين نمشيو احنا هكا. والله يسهل عليك الله يسهل عليك اخويا العزيز، الله يرزقك الفرحه من عنده ان شاء الله. ربي امين يا ربي، انا وياك وامه سيدنا محمد. اللهم امين. الله يحفظك. وحتى انايا كنكون وصلنا للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كان معكم ايوب جباري، تلاقوا في فيديو جديد وحلقه جديده. السلام عليكم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.